السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسنا في مادة العلوم لطلاب الصف الرابع سيكون عن الموارد الحية في البيئة. تعريف الموارد الحية: هي كائنات حية يستفيد منها الإنسان في تلبية حاجاته واستمرار حياته. فائدتها أو استخداماتها للإنسان: يستخدمها في غذائه وصناعاته. تتضمن الموارد الحية الموارد النباتية والموارد الحيوانية. أمثلة على الموارد الحية واستخداماتها: سنبدأ بالموارد النباتية. يعتمد الإنسان على الموارد النباتية في غذائه بشكل كبير كالخضروات والفواكه والحبوب. تستخدم الموارد النباتية في الصناعة كاستخدام الخشب في صناعة الورق والأثاث. ثانياً، الموارد الحيوانية: تعد مصدر غذاء للإنسان فيتغذى على لحومها وبيضها وحليبها. يستفيد من بعضها في النقل، ويستخدم صوفها وريشها وجلودها في صناعة لباسه. ماذا تفعل الدول بالفائدة عن حاجتها من الموارد الطبيعية؟ تصدرها لدول أخرى، ومن الموارد الحية التي تصدرها الأردن إلى دول مختلفة البطاطا والبندورة والأغنام. ماذا تفعل الدول حين لا تملك موارد طبيعية كافية؟ تستوردها من دول أخرى لسد حاجتها إليها، ومن الموارد الحية التي تستوردها الأردن القمح والشعير. كيف نحافظ على الموارد الحية في الطبيعة؟ نوقف القطع الجائر للأشجار ونحرص على زرع النباتات، ونتجنب الصيد الجائر وننشئ المحميات البرية. الخلاصة: تشمل الموارد الطبيعية الحية النباتات والحيوانات في البيئة. تغطي الموارد الطبيعية الحية حاجة الإنسان من الغذاء وتدخل في الصناعات المختلفة، ويصدر الأردن إنتاجه من الموارد الطبيعية الحية إلى دول العالم ويستورد ما يحتاج إليه منها.